مشاهدينا كل رمضان وانتم بخير. رمضان بيتجدد وبنتقابل كلنا مع بعض على ايام فيها حاجات كتير متشابهه، لكن في ايام عند البعض مختلفه. احنا حابين مع شخصياتنا وايامهم في رمضان نلتقي مع اشياء متجدده بنجددها مع بعض من رمضان لرمضان. بنرحب بكم في هذا اللقاء. يا رمضان محلاها ايامك، باركها المولى وادامك، الجنة تعصر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. خلونا نرحب مع حضراتكم بضيفتنا النهارده في ايامي في رمضان مع الاستاذه الدكتوره مديحه درويش، عميد كليه الطب البيطري بجامعه اسيوط. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. الف خير، بعود عليكي رمضان والايام الجميله، ايام عباده وعمل، وكل الخير يا رب ليكي وللاسره. كل سنه وحضرتك طيبه وكل الناس طيبين والشعب المصري كله طيب. واحنا بنتكلم على ايامي في رمضان، الايام هتجيب بعضها، سواء ايام بنحضر لها، سواء ايام عشناها، ايام مميزه في حياتنا في قضيناها في رمضان تحديدا. خلينا الاول نقرب شخصيه الدكتوره مديحه للمشاهدين معانا النهارده. والله انا الدكتوره مديحه درويش، خريجه الطب البيطري. طبعا سلكت مسلك التدريس، كنت معيدة ماجستير وبعدين الدكتوراه أخذتها من ألمانيا، وبعدين أستاذ مساعد وبعدين أستاذ وبعدين رئيس قسم وبعدين وكيل كلية ودلوقتي عميد، وأنا ربة أسرة متزوجة الأستاذ الدكتور أحمد حسن، ومعيش غير بنت واحدة سارة في ثانوية عامة. الرحلة دي كل عام فيها بيتجدد رمضان، ورمضان بيجدد عندنا حاجات قد كده جميلة، قد كده فيها تفكر وفيها تجدد. تفتكري ايه من المراحل اللي مر بيكي او مرت في حياتك وكان صدفة رمضان وكانت مراحل مهمة في الحياة وقتها؟ وانا في ألمانيا بحضر الدكتوراه، كان رمضان بالنسبة لي طبعا انك تعيشي برا ومفيش أسرتك ولا الناس حواليك في رمضان، ده كان رمضان غريب شوية بالنسبة لي، وحتى الصيام كان صعب بالنسبة لي. ليه؟ مش الجوع والعطش، لا، الصحبة والأسرة. فأنا أفتكر رمضان ده كويس، إن أنا يعني عانيت فيه بشدة من الحرمان الأسري والناس حواليا، ونكهة رمضان في مصر والأذان وكده، ده يمكن رمضان ده ما أقدرش أنساه شوية. نتعمق في الفكرة ونروح تاني للأيام اللي مضت، خلينا نقول في استقبال رمضان زي بيرجعنا زي استقبال، زي طبعا ما فيش مواجهة المقارنة، لكن زي استقبال مثلا موسم المدارس، هو رمضان بالفعل هو مدرسة بنستعد له ونخطط له، والناس بتعتقد ان يوم رمضان ده يوم مميز، يوم سبيشال قوي، هنعيد ترتيب يومنا وحياتنا، كلنا بنتفق على بعض حاجات هي بتجمعنا في رمضان. وفي نفس الوقت في ناس بيبقى عندها أفكار وترتيبات ملهمة، يعني احنا حابين يعني النهاردة مع الشخصيات اللي بنتقابل معاها نوري الناس ازاي ممكن تكون في أفكار حقيقية تساعدنا في ترتيب يوم رمضاني مثمر جدا. وانا اقول لحضرتك حاجة، خلينا نتفق على حاجة،
ان رمضان الايام دي غير رمضان بتاع ده زمان. صحيح، ده صحيح. يعني انا بفتكر لحد دلوقتي رمضان في بيت ابويا كانت النكهة، ورغم قلة الامكانيات مش زي دلوقتي، بس رمضان كان ليه طعم تاني غير دلوقتي. دلوقتي مع زحمة الحياة والشغل والمدارس اللي هي موجودة في رمضان بتصادف كتير والامتحانات المدارس مع بتصادف رمضان. وكده، لا اتغير الريتم شوية، لكن الواحد عارفة حضرتك بيحاول يسحب نفسه ان يعيش الحالة الروحانية بتاعت رمضان. تمام. انما استعداد، بيبقى فيه استعداد، بس مش استعداد كنا زمان، لا الاكل والشرب واليميش، لا. انا مع ايامي دلوقتي بحس بالنسبة للحاجات دي ايام عادية زي الايام اللي انا بعيشها في الاكل والشرب والكلام ده. اللي بحاول ان انا لازم اقتنصه هي الحالة الروحانية، وان اخصص وقت اللي هي المفروض طبعا العبادة موجودة طول السنة، بس صح لا رمضان بيبقى ليه عبادة حاجة تاني. كل واحد ده مسابقة وعايز يحصل على أكبر حاجة وأكبر نتيجة، إن أنا يبقى ليا طقوس معينة أفصل نفسي بالعافية عن البيت وعن العالم اللي حواليا، يبقى ليا طقوس معينة بيني وبين ربنا بس، مش عايزة أي حد تاني. ده اللي أنا بحاول أعمله وأستعده، ويعني إلى حد ما بحاول إن أنا أعمله. كلنا والله يا دكتورة بنحاول. يمكن ده خلانا نعدل أفكارنا شوية ناحية الاستعداد اللي هو اللي يعني اللي مش اللي رمضان ما اتعملش عشانه، اللي هو زي ما حضرتك قلتي الانشغال الكتير بالأكل وبالترتيبات وبالحاجات بتاعة رمضان الحلو والتحضيرات اللي من النوع ده واللبس والخروج وده. لكن الأهم دلوقتي يمكن ناس كتير بقت على وعي إنها تركز في الأهم، وزي ما قلتي حضرتك الوقت ما بقاش مدي فرصة، فيمكن دي فرصة أحسن إن احنا نحسن ونكون يعني مركزين أكتر. فالترتيب ده بيبقى نية وخطة. فلو نقول بقى يوم من أيام كده رمضان هنخطط لها إزاي ونقول هنعمل ايه 1 2 3 او عايشينها ازاي، واللي ربنا يقدرنا عليه هو اللي بيكون في الاخر. طبعا بصي حضرتك، يعني انا وبيتي متفقين تماما ان مفيش استعداد الاكل والكلام ده، لا يوم عادي واكل عادي زي اي اكل، تمام. مفيش اي مشكله بالنسبه لي. انما اللي بحرص عليه واللي بوصي عليه بنتي ان الفتره اللي قبل الفجر، يعني من الساعه 2 لازم التفرغ تماما بعيد عن اي حاجه ايا كانت، جميل. تمام، ان التفرغ لحد مع ربنا وقراية القرآن يعني إلى حد ما، يعني ليجي السحور وبعد السحور بشوية، لكن بتلاقي نفسك عشان الإرهاق طول النهار عايزة تنامي، صحيح. بتنامي بتصحي مش زي أي يوم، ولو إن أنا متعودة على الصحيان بعادل. بدري، بس مظبوط. عشان المركز أو المنصب الجديد وشغل الناس لازم إن أنا ما يفرقش إنه صيام، لأن بعض الناس كتير بتفرق إن الصيام نوم، لا لا خالص. لازم الشغل وكده. بس بتبقى أحلى حاجة في رمضان انك حتى ما كربت بيت بعيد عن المنصب، انك لما بتعملي اكل بتعمليه ساعة قبل رمضان، تمام. فده بيديك طول النهار ان يكون عندك فرصة على الاقل زي ما بقرأ اقتنص الفترة اللي قبل المغرب، ان دي بتبقى فترة كويسة جدا جدا. لكن اللي حافظ عليه لمة الاسرة طبعا، بيكون عندك التزامات فطار برة بتبقى كويسة، بس عارفة طقوس رمضان حلوة في البيت، طبعا لان طبعا. خارج البيت بتبقى صعبة شوية. يعني محدش يقدر يقول لك بيعمل ايه، ده بتبقى حاجة بين العبد وربه، ان طبعا يذكر طبعا. ربنا، ان يصلي، ان يقرأ قرآن، ده كل واحد بس هو ربنا عارف. بس التزام بالجدول اللي هو حاطه لنفسه. حاطه لنفسه الالتزام ان لازم التفرغ قبل المغرب وقبل الفجر، لكن فيما عدا ذلك مع الحياة الصعبة اللي احنا عايشينها بتلاقي نفسك الى حد ما مش قادرة تتفرغي التفرغ الكامل إلى إنك تذكري ربنا، لكن دي بتبقى بين العبد وربه، لكن إلى حد ما لازم تقتنصي فترات معينة. يمكن فكرة يعني الضغط الإنسان في حياته كتير من المهام اللي عليه بيخليه منظم أكتر من الإنسان اللي مش مضغوط وبيدور على طرق سهلة وعملية وتنجز، وده بيعدل أفكاره ناحية حاجات كتير. فكر الأولويات بقى. وجهة نظر حضرتك صح، لان انا لو قاعده في البيت هيبقى ممكن انام طول النهار، ممكن تتفرج على ممكن برنامج كده طبخ. ممكن
لو اتفرجت عمال بيودي في داهيه بصراحه. هتتفرجي ومش مش هياكلوا النهارده، لا 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 لا، انا ما عنديش الموضوع ده لان يومي مليان، خاصه ان انا بنتي في ثانويه عامه، فملتزمه بدروس وملتزمه بمذاكره، خاصه انت عارفه حضرتك المذاكره في رمضان صعبه جدا، صعبه جدا، ومع وجود برامج التلفزيون والتمثيليات وكده، لا لازم انا بكون حريصة منظمة وقتي جدا، وقت الشغل لازم وقت شغل، وقت الأسرة وقت أسرة، بس أنا بسحب نفسي من ده كله أن أنا لازم أتفرغ لعبادة ربنا لأن دي حاجة بتاعتي أنا، فلازم هي دي اللي أنا لازم أحاول، وإن شاء الله عملتها رمضان اللي فات وإن شاء الله أعملها ولازم أكترها، هي دي يعني أيا كانت الظروف لازم أحافظ عليها. حضرتك وصلتي للنقطة اللي إحنا يعني بنحاول دايما ندور عليها مع ضيوفنا، إزاي أسحب نفسي دي، سيطر على نفسك الأهم، لأن الدنيا زحمة حواليك ورمضان مليان حاجات بتشدك من هنا ومن هنا. هقول لحضرتك حاجة، اللي أنا مصممة عليه السنة دي أكتر من السنة اللي فاتت إن أنا هنسحب من التلفزيون بشكل كبير. شكرا يا فندم. لا واحنا أصلي، واحنا معاك واحنا معاك، قصدي المسلسلات طبعا طبعا لازم اسحب نفسي لان كم رهيب، ليه حتى طويل بعد كده نشوف راحتنا، وبعد ما تشوفي كل التمثيليات بعد رمضان ايه المشكله على النت، شوف مسلسلات رمضان اللي قبل اللي فات لغايه دلوقتي، فدي هي لو حضرتك كل واحد خد القرار ده صدقيني هيلاقي عنده الوقت كتير ان يعمل اللي هو عايزه. الاجتماعيات والحياة الاجتماعية بتاخد برضه زي ما حضرتك قلتي جزء مهم في رمضان، سواء على مستوى التواصل الأسري أو على مستوى التواصل الأسرة الأكبر اللي هي أسرة العمل، فدول ليهم نصيب ودول ليهم نصيب. هو رمضان حلو في حاجة إن بيجمع الناس اللي حتى طول السنة ما شافوش بعض، رمضان بالذات لازم يشوف، فعلى المستوى أسرتي لازم ليا كذا فطار مع إخواتي، يا هم يجوا عندي يا أنا أروح عندهم. على مستوى العمل كل سنة لازم ننظم إفطار في رمضان لأعضاء التدريس، لو العاملين معانا بنحاول نلم نفسنا إن إحنا يا الكلية كلها يا الجروب اللي قريب من بعضه لازم هو يفطر مع بعضه، ده زائد إن بيبقى لينا إفطار مع الجامعة نفسها، مع إدارة الجامعة بتعمل إفطار في رمضان للمجلس الجامعة لأعضاء التدريس، فدي بتبقى كويسة، بتبقى فرصة اللي ما شافوش بعض ده، انت حتى حضرتك لو رحتي نادي أعضاء التدريس فطار من غير ما تكوني عازمة حد أو انت بتفطري في النادي عادي بتلاقي بقى بتشوفي الناس كلها بيبقى ليها طعم تاني، والأطفال ما بيبقاش فيها الرسميات، فرمضان ده يعني ربنا يديمه علينا بيجمع الناس اللي ما شافتش طول السنة تشوفوا الناس بعضهم. جميل قوي فكرة ان حاجات معتادة كتير بنعملها لكن في رمضان طعمها غير، ده دي حاجة خلينا نتفق عليها كلنا. دايما يعني في ناس بتخصص كده مجموعة من الأيام لحاجات معينة ومجموعة تانية خطة، يعني حضرتك يعني بتحبي تكثفي مثلا التوسع في العلاقات الاجتماعية دي أو المناسبات دي في أول رمضان في نصه في آخره، إمتى بتقرري بقى تدي نفسك المساحة الأكبر بعيدة عن الأوساط الاجتماعية الواسعة؟ لا كل التجمعات وكل العزايم بتبقى في نص رمضان الأولاني بس، من اول رمضان لنص رمضان، فيما بعد ذلك لا لازم يبقى في ريستريكشن او في تحديد او في قيود، انت عارفه العشرة الاخرانيين من رمضان ما بيبقى صعب، لازم حتى لو عايزه تسهري الليل لازم تريحي شويه في النهار، فلازم علاقاتك تبقى محدوده، تبقى الفطار انا بالنسبه لي ده كل واحد حر، انما انا بالنسبه لي بحدد الفطار في البيت عشان اقدر اتفرغ زياده واخد اجازه تماما من التلفزيون، فلازم يعني الحته دي في خاصه في العشرة الاخرانيين كل الناس طبعا الخبيز والكلام ده لا، انا برضو مع الكلام ده دلوقتي يمكن برضو معظمنا الناس دلوقتي غيرت طريقه تفكيرها ووقتها وجهدها ما بقاش يسمح بان نعمل كده. بالنسبه لنا ان في ظروف طارئه ان عندي ثانويه عامه فهتبقى حجه ان من ناحيه بنتي تتفرغ للمذاكره وانا اتفرغ للعباده يعني. جميل. بس يا رمضان محلاها ياما باركها المولى وأدامك الجنة تعصر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك Thank you.
حضرتي ان يعني في ايام بتبقى مميزه قوي في رمضان، بنحاول يعني نغير فيها او الخطه فيها بتبقى مرنه شويه، زي ما حضرتك صادفك مثلا رمضان في الخارج، ممكن يعني بتحصل ظروف تغير السيستم ده او الخطه دي، ازاي بتتعاملي وازاي بتفكري تعدلي بقى اليوم او الخطه بتاعتك على اساسها؟ هو يعني لو في التزامات مثلا خارجية، يوم امتحان، يوم ظروف العمل. لو في التزامات خارجية في العمل، لا ده لازم ان انا التزم بيها بأي شكل من الاشكال، لازم ان انا اكون ملتزمة بيها، بس بحاول اعمل تعديل اني لو في ليا الاختيار ما بحاولش اخليها برضو زي ما قلت لحضرتك في العشرة الاخرانيين، انما لو في حاجة التزام ادبي ان انا لازم ابقى في الجامعة او ميعاد معين خلاص انا بضطر ان انا اعمل كده. يعني الواحد بيبقى من الكياسة انه لازم يعدل، لانك انت لو طوعت نفسك يبقى كل يوم عزومة بره، ما بتبقاش صعب. يعني بتبقى صعبة شوية، حتى مع النظام الأكل بيبقى صعب وحتى شوية. بالفعل حضرتك قلتي يمكن حته مهمه قوي في موضوع نظام الاكل ده، لان طبعا كلنا بنبقى يعني مدخلين مغيرين نظام اكلنا ايوه وعيشتنا، تمام فده ممكن يربك حياتنا بشكل تاني على مستوى تاني خالص. لكن فكره العزومات زي ما حضرتك بتقولي ومغيرين نظام الاكل بيريح الناس، فكره العزومه او اللمه على السحور ولا على الفطار؟ لا غالبا على الفطار، الفطار. غالبا على الفطار لان انا ما بتصحرش. مش مع موضة اللمة على لا السحور لا لا دي لا لا موضة لا دلوقتي لا 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 اللي لا هو في ناس على في الفطار ناس الخيمة خايفة. الرمضانية والكلام ده، بس انا بستغرب لها، انت خيمة رمضانية يعني؟ مع احترامي لكل ايوه وجد، ايوه بس يعني رمضان ان انا اقعد بره واسمع يعني واقعد في سهرة وكده، لا يعني انا بالنسبة لي، طبعا ما طبعا انا بالنسبة لي لا ما بتبقاش يعني، ممكن يوم سحور في رمضان كله او اتنين بالكتير، لكن اغلب لا انا التجمعات اقصد بتبقى في السحور الفطار. برضو يعني اسري وعائلي ومعارف، ويعني مش لازم بره وكده يعني الله والحاجات ينور دي. عليك، يعني لازم بتبقى، يعني بس اقول لحضرتك لما حاجة، ناس صحابنا يعزمونا نقول لهم لا والنبي يعزمونا على السحور مش على الفطار. لا هو غالبا التجمعات الاسرية بتبقى على الفطار، انما ساعات السحور بتبقى التزام ادبي الفطار. بره، يبقى مش عامل عزومة على الفطار، فلو ما تقدريش تنسحبي منها او تعتذر عنها بتضطر انك تروحي، لكن السحور بره بيبقى صعب جدا بصراحة. أيامي في رمضان مرتبة، هي مرتبة نفسها زي ما حضرتك قلتي، الوقت وكل محدد الوقت محدد وكل واحد بيبقى يعني ملزم بظروفه زي ما حضرتك قلتي، وخصوصا لو هو مضغوط ووراه كذا حاجة. لكن بيبقى في بعد يعني اكتر شو يعني ابعد شويه، بيبقى في رؤيه كده ان نفسه ياخد مساحات يعمل بيها يعني عائد حقيقي من رمضان، او مش عائد حقيقي، عائد اعمق شويه، انه يقعد مع نفسه بقى ويعمل تجدد روحي وتجدد ذهني وتفكر وحاجات من دي بيبقى حاططها في ذهنه، بس هل بيحصل منها ولو قليل؟ بيبقى حاطط، بس حضرتك ظروف الحياة اللي احنا فيها والسوشيال ميديا والبرامج والمسلسلات والولاد والمدارس والامتحانات، غصب عنك بتسحبك من غير ما تكوني دريانة، تلاقي النهار عدى من ده غير في ما الأيام تعملي العادية ما بالك من في غير رمضان. من غير ما تعملي حاجة، أيوه من غير صح كده بتندمي، طب ما أنا عايزة أتفرغ شوية، أنا عايزة، يمكن تقدري لو أنت عوضت شوية. أنا عن نفسي في العشرة الأخرانيين من رمضان إلى حد ما ببقى راضية عن بركز. نفسي، ببقى راضية، لكن أنت ظروف الحياة اللي أنت عايشة فيها وبتاخدي غصب عنك، أنت بتبقي ناوية إنك ايوه تعملي ايوه وإنك تتفرغي وإنك تقعدي وتقعدي بعد الفطار النهاردة تلاقي ضيوف جولك، إنك تعملي حاجة النهاردة تلاقي حاجة جارت، حاجة غصب عنك أنت تابعتيها، فأنت زي ما قلت لحضرتك أول برنامج بتسرقي نفسك، صحيح بتحاولي صحيح تسحبي نفسك انك تتفرغ شوية للروحانيات. يعني برضو الحكاية عايزة مجاهدة، رغم ان بنعتبر رمضان استراحة للانطلاق، يعني مش هو مش هو مش استراحة، بس هو الفكرة ان الانسان بيبقى مثقل قوي طول السنة ومرهق قوي ومش لاقي نفس ياخد نفس، فبيجي له رمضان كده هدية من ربنا انه استريح بقى واشحن نفسك بالعبادة من ناحية، وخد المساحات الناقصة دي، يمكن تلاقي وقفة مع النفس انت محتاج لها. كتير قوي بتبقى فيه حاجات بقت مرهقة علينا نفسيا وذهنيا ومجتمعيا وحاجات كتير، هل بناخد نية ان يا رب رمضان ده
تحللي الحكاية دي وأتغير وأتقدم خطوة في الموضوع ده، وأخد يعني أخد نفحات رمضانية تساعدني على الكلام ده. هو حضرتك الواحد بيطلب من ربنا ان يديله الطاقة والقدرة انه يتفرغ للروحانيات دي وللعبادة، هي لان الأساس، هي العبادة اللي ان انا هتظبط اخصص كل وقت حاجة اكبر، انا هغسل نفسي من طول السنة لوحدي. من المشاكل ومن شغل الوقت ومن كده، فالواحد بحس ان ربنا يكرمه ان يديله القدرة والوقت انه يتفرغ لعبادته. جميل. كل ده غسيل للنفس وغسيل للدماغ وتفكير لأبعد، وتفكير انه طول السنة شغل نفسه بالمشاكل والكلام ده. لا، الدنيا مش كده، احنا الدنيا لازم نختلي بنفسنا شوية، مش نغسل قلبنا بس ونفسنا، نغسل دماغنا طبعا من طبعا الزحمة اللي هي فيها. فلو ربنا قدر الواحد ان ياخد وقت كبير يتفرغ، ده تبقى نعمة من عند ربنا. كمان بنحس احيانا ان مقصرين في حاجات كتير، في جوانب كتير في حياتنا، بعيده حتى عن الجوانب العباديه، الجوانب يعني المجتمعيه، الجوانب السلوكيه، جوانب يعني او ناحيه اشخاص، ناحيه نفسنا. لما اقول رمضان حتى ولو في يعني في نقط صغيره كده، احرص على لا كل يوم كده اصحى اعمل ريفريش كده للجدول بتاعي، فابدا بحاجات ولو صغيره ما فوتهاش، عشان لو فاتت مش هترجع تاني. انا في رمضان بحرص على صلة الرحم، كل اللي ما كلمتوش من قرايب امي او ابويا لازم اكلمه واقول له كل سنة وانت طيب، مهما جميل كان بعيد، جميل. مهما كان استقباله ايه في الكلام، لازم انا اصل الرحم. دي انا بحاول ان انا اركز عليها في رمضان. في حاجة تاني، ان انا اناقش مع نفسي ليه ازعل من حد، يعني ده التغلب عن نفسي في الموضوع ده. خلاص انا ماليش دعوة بيه هو ايه، انما انا الحمد لله متسامحة مع نفسي ومع الاخرين الى حد ما، ان انا مش عايزة ازعل من حد. رمضان داخل عليا مش عايزة ازعل، لان انا مش ضامنة رمضان اللي جاي هيعدي عليا او مش هيعدي عليا. فدي فرصة ان انا عايزة ادرب نفسي، وبقول لنفسي وبكلم نفسي بصوت عالي، مش رمضان بس الروحانيات، لازم برضو اطلع بعد رمضان وانا بتفرغ وقت معين لربنا، يعني ما اخطفش الصلاة وامشي، لا انا عايزه برضو اتفرغ، عايزه احافظ زي ما بحاول ما اعملش ذنوب، لازم احافظ عليها طول السنه، لازم اخد اكبر قدر اني انا ابقى متسامحه اكتر مع نفسي ومع الاخرين، بالذات عايزه اسامح كل الناس. وانا بنتهز فرصه برنامج حضرتك دلوقتي وبقول كل اللي زعلان مني ما يزعلش مني ويسامحني لو انا اخطأت في حقه بقصد او بدون قصد، يسامحني وحقه عليا، حقه عليا في أي حاجة. أنا بطلب السماح من أي حد، من أي حد سواء صغير أو كبير. دكتورة مديحة، كان في زمن قبل النقلة السريعة اللي اتنقلناها للسوشيال ميديا والتواصل بالطرق دي، كانت أيامنا في رمضان مختلفة، على الأقل حتى التواصل الاجتماعي، صلة الرحم، لازم التليفون، وإن احنا نعمل الزيارات بنفسنا. دلوقتي الوسائل نفسها اتغيرت، هل ده حلو وبيسهل ولا ليه عيوبه برضو، ولا يعني كان الأول إحساسك بيه إزاي ودلوقتي بقى؟ هو في جانب كويس وفي جانب مش كويس. زمان طبعا دايرة المعارف كانت بتبقى قليلة، فكنت تقدري تسمعي كل واحد وتقولي له كل سنة وانت طيب، كانت محدودة. دلوقتي الناس كتيرة ووسائل التكنولوجيا والتواصل كتيرة جدا، بتقولي لهم كل سنة وانت طيب عبر الوسائل اللي انت عارفاها، الواتس مش عارف ايه، بس في ناس معينة بتصر انك انت لازم تسمعي صوتها وتقولي لهم كل سنة وانتم طيبين. مش شرط يكونوا قرايب، ناس تعز عليك، ناس عملت معاكي حاجات جمايل ما تقدريش تنسيها، لازم تقولي لهم كل سنة وانتم طيبين لو عايشين، ولو مش عايشين تترحمي عليهم وتقولي الله يرحمهم ده عملوا معايا كذا وكذا وكذا. فدي بيبقى ليها جانب ودي بيبقى ليها جانب. لكن ما يعني ما بقاش زي الأول سهل إن احنا نروح ونيجي ونخلي الناس، يعني
لا دلوقتي مع الحياة بيبقى صعب شوية، بس اللي بتقدري تعمليه انك انت لازم تطلبي التليفون او الموبايل بمعنى اصح، تسمعي الصوت. بس في ناس لا بتبقي ملتزمة انك لازم تروحي لهم وتقولي لهم كل سنة وانتم طيب. لكن ايه اللي كان حلو اكتر في الايام بتاعت زمان اللي كان ممكن فعلا تحس الانسان بفرحة كده وبهجة وانه رايح يعملها وهو حتى لو واحنا اطفال يعني؟ وانا اطفال طبعا العيدية، ان انا كنت بروح لعمامي وخالاتي والكلام ده، فانا ببقى مفروحة كل سنة وانت طيبة، والجزمة الجديدة والشنطة الجديدة، وان انا اخد الفلوس دي ما حييت، ما اقدرش ان انا انساها، ليها طعم تاني. طبعا حتى الفلوس فاكراها اللي انا كنت باخدها، حتى الفساتين كنت الجديدة اللي ماما بتفصلها الله يرحمها، والحاجات الجديدة. لا في حاجات بتبقى محفورة جواكي، مهما جبت جديد دلوقتي لا ولا ليه اي طعم عادي ولا الهوى. لا حاجات زمان متعودين. اللي انت كنت بتتحرمي منها وما بتشوفهاش غير في العيد، ايوه دي الحاجة الحلوة اللي انت ما تنساش. لكن دلوقتي الحاجة موجودة طول السنة، حتى لو جبتي حاجة لا يعني، بس انت بتفرحي ان بنتي تصحى تبوسني تقول لي كل سنة وانت طيبة يا ماما، فدي اللي بتفرحني يعني. طبعا طبعا. بمناسبة الإحساس بالعيد اللي هو مش مرتبط بالعيد الفعلي أو الحقيقي، لما تحبي تعيدي على حد وتقولي له كلمة مفيدة ومبهجة وتوصلي له رسالة حلوة في نفس الوقت فيها شيء من فلسفة الحياة دي، يكون مين وإزاي وبإيه توصليها له؟ يعني هو مفروغ منه ان انا اسرتي لازم اقول لها كل سنة وانتم طيبين، بس احب اقول كل سنة وطيب لأساتذتي اللي خدموني في حاجات كتيرة وساعدوني في حاجات كتيرة وما زالوا بيساعدوني بالنصيحة حتى، واترحم على الناس اللي عملت فيا حاجات كويسة جدا الله يرحمها ويحسن اليها، سواء أساتذة أو رؤساء جامعات. فأنا بحب أقول بصفة شخصية كل سنة وأنت طيب للدكتور طارق، بصفته إن هو رئيس الجامعة وبيعمل حاجة مع كلية الطب البيطري بصراحة حاجات كتير جدا، أنا فعلا مبسوطة إن أنا شغالة معاه. وكل سنة وأنت طيب طيبين للناس النواب الدكتور منشاوي ودكتور شحاتة، غريب دكتورة مها، بس بصفة شخصية دكتور شحاتة، يمكن انا عشان في الجروب مع الدكتور شحاته وبشتغل نشاط معاه وبشوفه هو بيتعب قد ايه وبيساعدنا قد ايه. لا الناس دي كل سنه وهم طيبين، هم واسرتهم بصوره شخصيه، وبقول له كل سنه وانت طيبين لزمايله وللكليه كلها، للناس اللي بتتعاون في الكليه معايا سواء اعضاء التدريس سواء موظفين سواء عمال، انا ببقى ابريشيت او ممتنه للناس دي، لان اللي بينجح مش بينجح لوحده، لا الناس دي لما بتساعدني سواء رؤساء اقسام او رؤساء ادارات او موظفين او كده انا بفرح، انا بعلى بيهم هم، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، انا بحب كليتي جدا وبقول لكل الناس فيها كل الناس كل سنه وانتم طيبين. احنا كمان بنقول لك كل سنه وحضرتك طيبه، نقلتينا عن جد الايام لايامك الحلوه في رمضان وخليتي الايام كلها حلوه، اشكرك جدا. انا اللي متشكره شكرا. جدا، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وطيب كل الشعب المصري، وكل سنه ومصر طيبه يا رب، ما يجيبش ليها حاجه وحشه ابدا يا رب، كل سنه وانتم طيبين. يا رمضان محلاها ايامك، باركها المولى وادامك، الجنه تعطر انفاسك ومحلى صيامك محلى قيامك. صحينا يلا نتسحر
عشنا مع أيامها النهاردة وبنحييها، وبيسعدنا إنها قدمت لنا تجربة ملهمة، سواء شفنا منها أحداث في الماضي، سواء خطة لرمضان اللي جاي أو اللي إحنا ما زلنا فيه. بنشكركم وبنشكر ضيفتنا وبنحييكم على هذا اللقاء. شكرا لكم، نتجدد من اللقاء، لكم كل التحية.